وقفي عم قلك وقفي خلص فاتي بارضك شو بدك شو عم يصير معك خلص اي فيك خلي يروح لك مجنون انا شلون خلي يروح لك مو ابنك هذا الولد هذا مو لازمنا الله عايفي لك مجنون انا لك هذا ابني من لحمي ودمي لك وابنك كمان هيك بتزتوا وبتتركوا بتقول مو ابننا فهمني شو القصه وامشي خلينا نخلص ابنك القصه الله فيها انه انت مره ما تلزميني فهمتي هذا الحكي ولا لا قصدك بهذا الحكي لك انت عارفان حالك شو عم تحكي لك هلق ما كان في بيننا شيء شلون هلق بعد الزمر ما تلزميني لانه ما ضل عندك مصراط يا حبيبي شو عرفتي الله ولا لا يعني انت متزوجني كرمال مصرياتي ايوه هلأ بلشت تفهمي علي ليك اللي حكيت فيها بلسانك عرفتي انه انا ليش متزوجك صح وانا ندمان اني انا جبت منك ولد انا هالشي عملت فيه هيك يعني ابني هلق راح طبعا راح وضعته بمصاري يلا اخذ منه يلا وشك ما بدي اشوفه انقلعي يا اخي خلصت المهمه ولا لسه بدي افهم شغله انت ليش هلا باقي معه اذا مصاري وما ضل معه انت ليش هلا باقي معه اتركها يا اختي لقيت غيره لحتى صرفتها عم ادور على صيده مرتبه وبعد المصروفات اطمن اخي موضوعك عندي لقيت لك المره صيده مرتبه احلى منها واغنى منها كمان شو رايك شو عم تحكي انت يعني مع مصاري لك ايه معه وكثير كمان خلص حتى خلينا نتفق شو نصرف هاي اللي عندي وبعدها بنروح شو رايك اسمع شو هو الخطه اللي حاط لك اياها كله تحت السيطرة أختي ممتاز يلا وليك أنت طالع وشك ما عاد أشوفه هون يلا نلعي يعني أنت وأختك متفقين علي؟ طبعاً اتفقنا عليكي ما صار وما ضل معاكي شو بدنا فيكي؟ سمعتي بدنك مصرات ما ضل معك ما ضل لك لزمي عندي يلا نلعي من هون يلا أحطي من هون ابني ما رح أتخلى عنه رح أخذه من عيونك روحي بلط البحر يلا يلا فكرة حالة ذكية ليه متنا نروح عند التالي؟ هلا فورا نمشي يلا روح يلا أخي إن شاء الله تكونوا فهمتوا معنى الفيديو ولا تنسوا تحطونا لايك لهذا الفيديو وتصلوا على الحبيب